مصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشديد البرودة على جنوب البلاد. كمان في أمطار النهاردة متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وهيتكون كمان الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وجنوب البلاد، وفي فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين. كمان في اضطراب في الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج وصل من 3 ل 4 أمتار. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بيكي، وطمنينا على حالة الطقس، خصوصا ان احنا ملاحظين انه في اضطراب في او عدم استقرار في الاحوال الجوية، وفي رياح ومحملة باتربة ورمال وامطار مختلفة في اماكن مختلفة في مصر. بالفعل يمكن احنا اليوم متوقع بعد فترة الظهيرة نبدا نشهد بعض التقلبات الجوية بسبب تأثرنا بامتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، وأيضا منخفض موجود على سطح البحر المتوسط هيعمل على حالة من التقلبات الجوية. أهم عنصر فيها هو طبعا نشاط الرياح، لأن نشاط الرياح هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة. سرعات الرياح اليوم هتكون ما بين 35 ل 50 كيلو متر على الساعة، فهيؤدي لإثارة الرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة، المدن الجديدة، المناطق اللي لها ظهير صحراوي كبير في القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، سواحلنا الشمالية الشرقية، محافظات جنوب الوجه البحري. بالإضافة كمان إن هو هيؤدي لإضطراب حركة الملاحة البحرية خلال فترة المساء على غرب البحر المتوسط. متوقع ان ارتفاع الموج يتجاوز 4 متر على البحر المتوسط من الجهه الغربيه خلال فتره المساء، بالاضافه كمان ان اليوم فرص الامطار هتزيد وتتحول لامطار متوسطه على المناطق الساحليه من الجهه الغربيه، يعني سواحلنا الشماليه الغربيه ومحافظات شمال الوجه البحري. الامطار هتكون على فترات متقطعه على مطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه. يمكن ذروة حالة عدم استقرار أو ذروة التقلبات الجوية هتكون الثلاث والاثنين والثلاث، لأن سرعات الرياح تستمر معانا غدا الاثنين وإن شاء الله والثلاثاء، وهتزود إحساسنا ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة. طيب الأمطار دي هتأثر على أعمالنا اليومية يا فندم، أو كمان الرياح المحملة بالأتربة والرمال؟ هي طبعا فرص الامطار هتكون موجوده في المناطق الساحليه وان شاء الله مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه، لكن نشاط الرياح اللي هو سرعاته عاليه جدا، لان سرعاته زي ما بتقول هتتجاوز ال 50 كيلو متر على الساعه، فمهم جدا ناخد بالنا من نشاط الرياح، لان اثاره الرمال والاتربه كمان ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه على الطرق. كمان اصحاب مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، مهم جدا لو احنا هنخرج النهارده وبكره تحديدا لازم نرتدي الكمامات. كمان في انخفاض درجات الحراره غدا، يمكن اليوم درجات الحراره تعتبر حول المعدلات، العظمى على القاهره الكبرى متوقع 19 درجه مئويه، غدا هتكون ما بين 17 و 16 درجه مئويه، خاصه ان غدا هيستمر في نشاط الرياح فهيزود احساسنا اكثر بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس، هنحسها لو تكون 15 درجه مئويه غدا باذن الله. كمان اضطراب حركه الملاحه البحريه هيزيد غدا، ارتفاع الامواج هيوصل ل 5 متر على البحر المتوسط وهيصبح غير مؤهل تماما لاي اعمال انشطه يوميه. الامطار هتمتد لبعض المناطق الداخليه بجنوب الوجه البحري، مدن القناه وسط سيناء، لكنها تكون كلها امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه، مفيش قلق من الامطار، القلق هيكون من نشاط الرياح اللي بتاكد سرعته ما بين ال 30 لل 50 كيلو متر على الساعه. مهم جدا اثناء نشاط الرياح نبتعد تماما عن اعمده الاناره، الاشجار، الالواح، الاعلانات المعدنيه، المباني المتهالكه، وان شاء الله السلامه للجميع. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها بالقاهره للعظمى فيها 19 والصغرى 10، العاصمه الاداريه 19 9، اسكندريه 19 11، العلمين الجديده 19 10، مطروح 18 10، دمياط 20 11، بورسعيد 20 11، الإسماعيلية 20 9، السويس العظمى فيها 19 والصغرى 10، العريش 20 10، كاترين 14 2، طابة 19 11،
حلايب 22/14، شلاتين 23/14، شرم الشيخ 22/13، الغردقة 22/12، الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 7، بني سويف 19/6، الوادي الجديد 20/6، أسيوط 19/5، سوهاج 19/7، قنا 20/7، الأقصر 21/8، وأخيرا أسوان العظمى فيها 22 والصغرى 9. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة وتوصيات دكتورة منار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اللي كلمتنا على انخفاض درجات الحرارة متأثرين بمنخفض جوي هيكمل معنا كمان يومين. درجات الحرارة هتنخفض، في نشاط للرياح والأتربة، سرعته هتبقى عالية شوية، هتقترب أو هتتعدى 50 كيلومتر في الساعة، وفي كمان أمطار متوسطة وتكون ثلوج على جبال سانت كاترين. وكمان ناخد بالنا طبعا أثناء السير بسياراتنا في الطرق الساحلية أو الطرق المختلفة، نبعد عن أي تجمعات مائية، نبعد عن أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية أو حتى الأشجار والمنازل أو البيوت المتهالكة، علشان نحافظ على سلامتنا. مرة تانية هنرجع لشاذلي وجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك.